محافظو صلاح الدين يوجهوا دائرة الصحة لإعادة تبويب الموارد بما يضمن توفر الدواء وإنهاء الفساد. محافظو صلاح الدين يستحصل موافقة وزارة النفط لتوزيع 100 لتر من النفط الأبيض. محافظو صلاح الدين يتفق مع قيادتي سامراء والشرطة على آليات وخطط إضافية لتأمين طريق سامراء الفلوجة. وصلاح الدين تشهد تطبيقا دقيقا لقرارات خلية الأزمة ضد كورونا وتصاعد ملفت في حملة الأعمار بمناطق مختلفة من المحافظة. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في نشرة أخبارية مفصلة من قناة صلاح الدين. أكد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل أن تبويب صرف الأموال وتوفير مستلزمات الرعاية الصحية للمواطنين هي أولوية استثنائية في الاستراتيجية الجديدة للإصلاح والإعمار والنهوض بواقع الصحة في المحافظة. وقال المحافظ خلال زيارته لدائرة صحة صلاح الدين والاجتماع مع المسؤولين فيها إنه حان وقت الارتقاء بالخدمات التي يؤمنها هذا القطاع الحيوي بعد مرحلة طويلة من المعاناة التي يعرف الجميع أسبابها من حيث كيفية التصرف بالموارد، موجها الجميع للالتفات إلى حق المواطن بالرعاية الصحية من النظافة في المستشفيات والمستوصفات والالتزام بتوقيتات العمل، واعتبار خدمة المواطن واجب لا منة من أحد، مجددا تأكيد مسؤوليته في حماية المال العام وخدمة الأهالي. وتابع المحافظ انسيابية وصول المشتقات النفطية داعيا إلى مواصلة الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة، ومؤكدا خلال لقائه مدير توزيع المشتقات النفطية المهندس عبد الكريم عبد جاسم دعمه لجهودهم والمحافظة على حقوق المواطنين. ووافق المحافظ على طلب الإسراع بإنجاز معاملات تخصيص قطع الأراضي للمنتسبين حسب الضوابط المعمول بها كاستحقاق طبيعي لا يخضع لمساومات أو انتفاع شخصي. وقدم مدير المشتقات النفطية عرضا للمهام التي تقوم بها دائرته وآلية تنفيذ توجيهات المحافظ الرامية إلى تأمين وصول مادة النفط الأبيض للأسر، مثمنا متابعته لهذا الأمر. وأشاد المهندس عبد الكريم عبد جاسم مدير المنتجات النفطية فرع صلاح الدين بمتابعة المحافظ لاحتياجات المواطنين وتسهيل وصول مادة النفط الأبيض إليهم، إضافة إلى استحصال حقوق موظفي الدائرة ضمن الأطر القانونية. لقاء مثمر مع السيد المحافظ، وكان عدة نقاط تم طرحها بخصوص أعمالنا والمتطلبات العمل المفروضة علينا في خدمة محافظتنا. فحقيقة كان أول النقاط اللي تم طرحها بخصوص تجهيز النفط الأبيض للمواطنين، تم استحصال موافقة وزارتنا وشركتنا 100 لتر، وتم إطلاق البطاقة رقم 5 لهذا الغرض. أشاد السيد المحافظ بهذه الجهود وبناء على ما طلب سيادته قبل يومين، وتم استحصال هذه الموافقة على ضوء ذلك. أما الجانب الثاني فهو جانب قطع الأراضي الخاصة بموظفينا والتي نطمح منذ فترة طويلة لاستحصالها من محافظنا ومحافظتنا لتخصيصها لموظفينا، وهي استحقاق الموظفين الخاصة في كل موظف باعتبارها من حقه. فأشاد السيد المحافظ بجهود وتم الاتصال بالجهات المعنية واهتم سيادته في هذا الجانب. ناقش محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل مع قائد شرطة المحافظة لواء قنديل خليل ومعاون قائد عمليات السامراء اللواء الركن كثير عبد الرحمن انسيابية المرور في الطريق الرابط بين الفلوجة وسامراء، والذي تم افتتاحه الأحد. ولبى المحافظ الاحتياجات المطلوبة لتوفير الحماية لسالكي الطريق وتسهيل عمليات التدقيق الأمنية، مشددا على ضرورة تجهيزه بأحدث وسائل التفتيش كونه شريانا حيويا في المواصلات والحركة التجارية
الحرارية. وأشاد المحافظ بدور قوات الجيش في تطبيق قرارات لجنة السلامة الوطنية وخالية الأزمة في صلاح الدين لمواجهة كورونا من خلال تنفيذ حظر التجوال الصحي لضمان سلامة المواطنين من خطر هذا الوباء. وكان محافظا صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل والأنبار علي فرحان قد افتتحا طريق سامراء الفلوجة بعد تأهيله بتعاون مشترك من قبل الملاكات الهندسية والفنية في المحافظتين. وقال محافظ صلاح الدين في حفل الافتتاح الذي حضره نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري وكبار القادة العسكريين والأمنيين في المحافظتين إن افتتاح هذا الطريق الحيوي جاء بعد توفير كل المستلزمات الأمنية واللوجستية له وبما يحفظ حياة سالكيه، مؤكدا العمل على تطوير الطريق بما يتناسب وأهميته الاستراتيجية في تسهيل وتحسين حركة النقل العام والخاص والتبادل التجاري مع محافظات العراق. وطلب صندوق إعادة الأعمار دعم هذا الطريق وجعله استراتيجيا من خلال جعله ذو ممرين وتوفير محطات الاستراحة فيه. وقال محافظ صلاح الدين في مؤتمر صحفي أننا سنعمل على تطوير طريق سامراء الفلوجة بما يتناسب أهميته الاستراتيجية في تسهيل وتحسين حركة النقل والتبادل التجاري مع محافظات العراق ودول الجوار. هذا الطريق اليوم إن شاء الله بافتتاحه راح ينفتح شريان مهم جدا بين الشمال والغرب العراق وبين محافظتين بيناتهن وشائج اجتماعية وروابط اقتصادية. هذه راح تسهل من الحركة وتقلل من عناء السفر إلى العاصمة بغداد ثم إلى الأنبار. راح يكون الطريق مفتوح من السادسة صباحا حتى السادسة مساء، يكون مجهز بكل المستلزمات الأمنية وأجهزة السونار للقطاعات الأمنية. أيضا هناك تنسيق عالي جدا بين قيادة عمليات سامراء وقيادة عمليات الأنبار لتحقيق هذا الهدف. ويعني هذه عملية تجربة راح تكون أول فترة، وبعد ذلك إن شاء الله تتم عملية فتح الطريق بشكل كامل عندما يؤمن ونلاحظ بأنه ليس هنالك يعني مشاكل في المساء. وأوضح محافظ الأنبار علي فرحان في المؤتمر الصحفي أن هذا الطريق سيخفف من أعباء السواق كونه يربط المنطقة الغربية برمتها في محافظة الأنبار مع المحافظات الشمالية وحتى تركيا عبر صلاح الدين، ما يعطيه وضعا استراتيجيا مهما بالنسبة للعراق. بالتأكيد هذا الطريق هو طريق حيوي ومهم واستراتيجي أيضا، ليس يقتصر على صلاح الدين وتوابعها، بالعكس هو يربط غرب الأنبار أو بالمناطق الحدودية الأخرى طريبيل حتى عرعر منفذ عرعر، سيستفاد من هذا الطريق. مهم جدا بالنسبة لنا، ذلك سيقلل الزخم الحاصل على العاصمة بغداد باتجاه المناطق الشمالية صلاح الدين أيضا وكركوك ثم إربيل ثم حتى ليتوجه إلى تركيا. هذا طريق بالنسبة لنا مهم جدا، هذه المرة الأولى إن شاء الله ويعلن اليوم إن شاء الله بافتتاحها، وبالتالي ستكون خفف الأعباء عن الأخوان سواق الشاحنات التمر بين غرب الأنبار بشكل عام وغرب العراق بشكل عام، يعني مناطق الحدودية امتدادا إلى المناطق الشمال. يعني بالتأكيد هناك تنسيق عالي جدا منذ بدأ بعمليات تأهيل هذا الطريق، وتنسيق عالي بين قيادة عمليات الأنبار وكذلك قيادة عمليات سامراء وكذلك الأخوان الموجودين بالحشد. وأشاد القادة العسكريون في محافظتي صلاح الدين والأنبار بافتتاح هذا الطريق الحيوي والذي يؤكد حالة الاستقرار الأمني المتحققة من خلال التعاون المشترك بين القطاعات الماسكة للأرض بين المحافظتين. سيكون هذا الطريق سالك للمواطنين الراغبين بالمرور من محافظة الأنبار إلى
المحافظات الشمالية مرورا بسامراء صلاح الدين. هذا العمل جاء بعد جهود كبيرة من قبل القوات الأمنية العاملة في سامراء في محافظة الأنبار، وأيضا من قبل الوكالات الأمنية والقوات العسكرية العاملة بأمرتنا. عمليات عسكرية استمرت لأشهر طويلة لتأمين هذه المنطقة. شكر جزيل للسيد محافظ صلاح الدين والسيد محافظ الأنبار على هذه المبادرة والتعاون التام المطلق في موضوع إعادة هذا الطريق الحيوي الاستراتيجي، الطريق الاقتصادي الذي يعتبر شريان رئيسي للمنافذ الحدودية مع محافظة الأنبار. بالتأكيد هذا الطريق وأي حركة اقتصادية تخفف في موضوع الاستقرار الأمني واستقرار هذه المحافظة. قيادة شرطة الأنبار لها دور كبير جدا في كل الطرق السالكة المؤدية بالحركة الاقتصادية، وسيكون أيضا بفتح هذه سيطرة رئيسية مجهزة بعجل السونار. تم تأمين كافة مستلزمات الحماية والأمن لهذا الطريق، بالإضافة للعمليات الاستباقية اللي تم التفتيش بها جميع المناطق المحيطة بهذا الطريق. هذا الطريق حيوي وحقيقة يربط محافظة الأنبار وكذلك الدول الجوار، الأردن، سوريا. التجارة عن طريقه تمر بالأنبار باتجاه صلاح الدين، سامراء صلاح الدين، وكذلك المحافظات الشمالية. هذا الطريق يعني يخفف الزخم عن مدينة بغداد اللي تمر عن طريق العجلات المتوجهة للأنبار وبالعكس. قدم محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل شكره للشيخ تحسين العبل، وذلك لدوره الإنساني في إنقاذ حياة الكثير من المواطنين من حوادث الغرق، مستذكرا دوره الوطني عندما قام بإنقاذ عشرات العسكريين من قاعدة سبايكر ونقلهم إلى الضفة الشرقية لنهر دجلة عند دخول إرهابي داعش لتكريت. ووجه المحافظ لتأمين مستلزمات النجدة النهرية من بدلات وأجهزة تخصصية لتمكينها من أداء عملها في إنقاذ الأرواح وتأمين مناطق عملها. وثمن الشيخ تحسين العبل دعم محافظي صلاح الدين لدوريات النجدة النهرية، خصوصا وأن لها الدور المهم في إنقاذ حياة المواطنين أثناء حالات الفيضانات أو الغرق. اللقاء اليوم كان مع السيد المحافظ، كان ممنون من عنده اللقاء وياه، وكنا نتباحث حول النجدة النهرية والغواصين، والرجل اللي استجاب لنا للامانه بدلات واجهزه ودعم لنا للغواصين بتكريت. الفيضان من يصير تدري زوارقنا البعبل كلهم موجودين اثناء الفيضان، واذا واحد يغرق البعبل هم موجودين باثناء الفيضان، كل شيء يعني البعبل. ومال السبايكر نفس الحاله تلقينا هم البعبل مشاركين بهذا الموضوع، اي بانقاذ جنود سبايكر. احنا بالنسبه لنا للنجده النهريه، احنا النجده يعني احنا والنجده النهريه وايد واحده، يعني متعاونين بيناتنا. اوضح النائب الفني لمحافظي صلاح الدين عمار حكمة البلداوي ان هناك الكثير من المشاريع الخدميه التي تنفذ في عموم المحافظه رغم قله الامكانات والتخصيصات الماليه، مشيرا الى متابعه تنفيذ قرارات خليه الازمه لمواجهه كورونا مع رؤساء الوحدات الاداريه. هناك عدد من المشاريع مفتوح كبير في جميع أخذات المحافظة من الشرقاط حتى الدجيل. هذا هي رسالة شكر وامتنان لمواطننا بتوفير الخدمات بأفضل صورة ممكنة، رغم أنه قلة الإمكانيات المادية وقلة التخصيصات المالية، وخصوصا احنا ننتظر اليوم إقرار الموازنة، ولكن هذه المشاريع هي جزء من ما سوف يتم العمل به في عام 2021. هناك لقاءات مع الأخوان في خلية الأزمة وفي مديرية الصحة صلاح الدين من أجل مناقشة دورية لحركة الوباء أو انتشاره، خصوصا في داخل الوحدات الإدارية بالمحافظة، وعلى أساسه تم التوجيه بالتقييد بخلية الأزمة وقراراته من خلال متابعته مع الأخوان رؤساء الوحدات الإدارية ومدى تطبيق على الأرض. هناك اليوم وعي كبير من المواطنين في المحافظة من خلال الالتزام بإجراءات السلامة وإجراءات خلية الأزمة، من خلال
تطبيق حظر التجوال والالتزام به. نعتقد أنه اليوم المواطن هو الفيصل في هذا الموضوع من خلال التزامه بهذه القرارات. نتمنى تعاون الجميع من أجل النجاة من هذه الأزمة. هنا القوات الأمنية كل الشكر والتقدير لها بما تقدمه ووقوفها لتطبيق هذه المقررات، بالإضافة إلى الجيش الأبيض الذي يعمل بكل جهده وطاقته من أجل مكافحة هذا الوباء وتطويقه والحفاظ على سلامة المواطنين. وقال المعاون الأمني لمحافظ صلاح الدين ربيع فارس أن حظر التجوال المفروض هو صحي وليس أمنية، وذلك لضمان سلامة أهلنا بالمحافظة من خطر وباء كورونا، مشيدا بتعاون المواطنين والقوات الأمنية بتنفيذ مقررات خلية الأزمة. حقيقة حظر التجوال هو حظر صحي وليس أمني، وذلك لضمان سلامة المواطنين وأبناء محافظة صلاح الدين، وبالتالي هو خدمة لصالح العام. حقيقة قمنا بعدة جولات في بعض الأقضية، قضاء العلم وقضاء تكريت، وجدنا هناك تعاون ملموس من قبل المواطن وأيضا تعاون من القوات الأمنية، وإحنا أيضا نوجه الشكر لهم، وأيضا نحث المواطنين على الالتزام في فترات فتح حظر التجوال اللي يبدأ من الساعة 5 إلى الساعة 8 التزام بتوجيهات خلية الأزمة، أيضا حفاظا على سلامتهم أولا وحفاظا على سلامة الجميع. تابعت الإدارة المحلية في قضاء العلم تنفيذ الإجراءات الوقائية ضد كورونا، ومنها تطبيق قرار حظر التجوال وارتداء المواطنين الكمامة ومحاسبة المخالفين منهم ضمن توجيهات خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين. ممارسات جيدة والالتزام والانضباط عالي، وخصوصا بعد إقرار نظام الغرامات بالنسبة للكمامات. المجتمع متفهم لتعليمات خلية الأزمة، السماحات الواردة في التعليمات المركزية بفتح الصيدليات والأفران والمواد الغذائية وما شابه ذلك قللت من الضغط على المواطنين، وتوجد انسيابية في تنفيذ الفقرات الواردة في التعليمات. حسب توجيه السيد المحافظ رئيس خلية الأزمة الدكتور عمار جبر خليل، كانت لنا أيضا جولة مع السيد المعاون الأمني المحافظ الأستاذ ربيع، ولقضاء العلم التقينا بالسيد قائم مقام الأستاذ براء لوقوف على الإجراءات المتبعة في عملية تطبيق الحظر الصحي في القضاء. والحقيقة يعني وجدنا التزام كبير من قبل من المواطنين الموجودين بهذا القضاء، وارتداء الكمامة وكذلك المحلات الموجودة اللي هي فقط اللي مسموح لها يعني تزاول عملها خلال فترة الحظر. نتأمل أن تكون صلاح الدين كاملة هي خالية من هذا الوباء. كل هذه الإجراءات حقيقة تصب في مصلحة المواطن، وهي حماية المواطن من هذا الوباء. تنفيذا لتوجيهات محافظ صلاح الدين لإلاء أهمية للأسر المحتاجة مع ظروف كورونا، عقدت إدارة قضاء بلد اجتماعا مع الفرق التطوعية لوضع استراتيجية لتطبيق توجيهات المحافظ الإنسانية. المزيد في تقرير زميل عبد الجبار مهدي. بتوجيه مباشر من قبل محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر خليل بالاهتمام والوقوف مع العوائل المتعففة والمحتاجة أثناء الحظر الصحي، حكومة بلد المحلية تعقد اجتماعا موسعا مع مسؤولي الفرق الطوعية وبحضور الدكتور عمار جبر خليل لغرض تنظيم عمل هذه الفرق الإنسانية التي قدمت ولا زالت تقدم الكثير من العطاء الإنساني للعوائل المتعففة في مناطق بلد وأطرافها منذ دخول الجائحة الأولى والثانية. اجتماع في قائم مقامية قضاء بلد للفرق التطوعية في القضاء والمنظمات الإنسانية لإدارة خلية الأزمة في هذا الظرف في وقت حظر جائحة كورونا، وتنظيم عمل الفرق التطوعية ولإغاثة ومساعدة المتضررين جراء هذا الحظر. بالإضافة إلى تشرفنا بزيارة السيد محافظ صلاح الدين، وكان وأيضا التقى بالفرق التطوعية، بالإضافة إلى بدينا بعض الآراء بمساندته والوقوف معه بوجه الفساد في محافظة صلاح الدين. محور الاجتماع هو التنسيق بين الفرق التطوعية والمنظمات والمؤسسات الدينية لمساعدة العوائل اللي راح يصير عليها ضرر من خلال الحظر الجزئي والكلي أثر فيروس كورونا.
الفرق الطوعية سنسهل الصعاب وسنقف مع أهلنا المحتاجين الذين تضرروا من جراء الحظر الصحي والوقوف بجانب كل أهلنا في مدينة بلد للوقوف معهم جنبا إلى جنب. أشكر سيد المحافظ على الحضور إلى مقر قيمقام قضاء بلد وتوضيحه على المشاريع اللي قدمها ضمن قضاء بلد، واجتمع مع الفرق التطوعية داخل قضاء بلد ووضح لهم المشاريع اللي متقدمة وعلى الأعمال اللي قاعد تقدمها المحافظة تجاه قضاء بلد. وإحنا كمنظمات مجتمع محلي نطلب هم الفرق التطوعية داخل قضاء بلد التعاون معنا والتعاون مع بعض على مود نحدد المشاكل أو نحدد الأعمال اللي داخل قضاء بلد واللي نقدر نوصل إلى حلول إلها. بدعوة من سيد قيم مقام بلد لدعوة لحضور لاجتماع حول خلية أسناد لمساعدة العوائل الفقيرة والمحتاجة في مدينة بلد. انضمنت هذا الاجتماع الأفرقة التطوعية والمنظمات والمؤسسات في المدينة. آلية توزيع وتنظيم قاعدة البيانات في مدينة بلد. من قضاء بلد عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية. تواصل إدارة قضاء طوز تنفيذ قرارات خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين من فرض حظر تجوالي ومحاسبة المخالفين لإجراءات الوقاية من كورونا. الزميل كروان زنجنا والتقرير التالي. قائم إقامة يشدد بدور جميع جهات تنفيذ قرار خلية الأزمة وتم محاسبة المخالفين بغرامات مالية. تركيز السيد المحافظ على هذا الموضوع، لقاءاته ويانا ومتابعته اليومية يعني أثرت بشكل إيجابي كبير جدا على مدى التزامنا بهذا الموضوع. احنا هسه بدنا نحكي على الجهات الحكومية، الصحة دور متميز، الشرطة المحلية وقوج الطوارئ والرد السريع التزامهم كبير جدا ومتابعتهم جيدة جدا، الجهات الساندة الأمن الوطني، الدفاع المدني، الدوائر الخدمية، الوعي الكبير للمواطن. المواطن هسه التزامه أكبر بكثير من الوجبة الأولى، وهذا التفاعل بيننا وبين المواطن أكيد استفادينا منه لخدمة المواطن. صح أكون نسبة قليلة غير ملتزمين، بس هاي الغرامات فادتنا هواية. أعتقد الغرامات جابت نتيجة في زيادة نسبة الملتزمين، ولكن الأهم الوعي ازداد يم المواطنين. رغم صعب الحياة والأزمات المتكررة، ولكن غالبية المواطنين الطوس ملتزمون بقرار حظر وخلية الأزمة حفاظا على سلامة الجميع واجتياز أزمة كورونا. هي هنا بقضاء طوس الناس كلها ملتزمة بالحظر، وأنا طلعت كشغلة اضطرارية وماكو محل جريب عليه، جيت أخذت من هذا المحل مسواق وريوك. والله الوقاية الصحية ضرورية لها سبب، خاصة بهذا الوباء المنتشر، والحمد لله الوضع مستقر هنا والناس كلها ملتزمة بالوقاية الصحية والشغلات الضرورية يعني تستوجب واحد يطلع لها، يعني الصيدلية أو شيء، يعني محلات أكثر الأشخاص ما عندهم محلات جريبة يعني عليهم يسوقون ريوق شيء، والصيدليات ماكو جريبة يعني اللي هنا بهاي المنطقة ناخذ الغراض اللي نحتاجها ونرجع ان شاء الله. لفضائي صلاح الدين، كاروان زنجنا، قضاء الطوس. وتنفيذا لتوجيهات محافظي صلاح الدين، باشرت الملاكات الفنيه اكساء الطريق المؤدي الى منطقه البوطعمه في ناحيه المعتصم بقضاء سامراء، والذي لاقى اشاده واسعه من الاهالي كونه سيسهل حركتهم ويدعم الواقع الزراعي بالمنطقه. الزميل الجاسم ابو جاسم والتقرير التالي. بناء على توجيهات السيد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل بعد الزيارة الأخيرة لناحية المعتصم، واستنادا للحملة الكبرى والخاصة بدعم الواقع الخدمي لعموم المحافظة ومنها ناحية المعتصم، وبتنفيذ الشركات الرصينة وبإشراف الطرق والجسور وبمتابعة الوحدات الإدارية لناحية المعتصم، تم اكتساء وتبليط طرق منطقة البطعمة وبطول 3 كيلومتر، ويعد هذا الطريق من بين أهم الطرق في الناحية كونه يخدم 3 مناطق رئيسية ومهمة. استمراراً لتحسين الواقع الخدمي في عموم محافظة صلاح الدين
متمثلة بالدكتور المهندس عمار جبر الجبوري لتحسين الواقع الخدمي في عموم محافظة صلاح الدين، باشرت الكوادر الهندسية وبإشراف الطرق مديرية الطرق والجسور وبمتابعة الوحدة الإدارية في ناحية المعتصم بإكساء الطريق لمنطقة البطعمة. هذا الطريق بطول تقريبا 3200 متر الذي يخدم ثلاثة محاور لهذه المنطقة. هذا الطريق جاء بعد الاستجابة السريعة لمحافظ صلاح الدين بعد زيارته للوحدة الإدارية. المواطنين من أبناء المنطقة والمناطق المجاورة ثمنوا هذه الحملة الكبرى التي تشهدها المحافظة بشكل عام، وذلك للنهوض بالواقع الخدمي ولكون ناحية المعتصم تعتمد بالدرجة الأساس على الجانب الزراعي، فقد تكون حاجتها للطرق المعبدة حاجة ملحة، وذلك لسهولة نقل وتسويق المحاصيل وبأسرع وقت ممكن وبمختلف الظروف الجوية. نشكر الدكتور عمار محافظ صلاح الدين على هذا الإنجاز الرائع. احنا سواق سيارات، يعني صلاح الدين احنا كنا قبل كل اسبوع او اسبوعين او ثلاثه نروح نصلح سياراتنا، هسه الحمد لله والشكر الطرق جيد جدا ومتحسن التحسن، وبارك الله بي على هذا الخطوه الرائعه. يعني هسه انا المنطقه جيد جدا التبليط بيها، وكل صلاح الدين بيها يعني الاعمار جيد جدا، والتبليط يوميا يعني يصير زين، يعني الوضع جيد جدا الحمد لله. احنا نشكر الدكتور المهندس عمار جبر خليل الجبوري بتقديمه لهذه الخدمات بجميع المحافظه، حيث تشهد خدمات وتبليط وبنى تحتيه من الشرقاط الى الدجيل بنفس الوقت وبتيره متصاعده، والحمد لله بارك الله بالدكتور ويعيش ما يقصر. للانجاز حالات متعدده، ولكن في معظمها تكون هناك اداره ناجحه. لقناة صلاح الدين الفضائية، جاسم أبو جاسم المعتصم. وضمن توجهات محافظ صلاح الدين لتحسين الواقع الخدمي، باشرت الملاكات الهندسية بإكساء الطريق الرئيسي لناحية الشيخ جميل في قضاء الدجيلة، والذي يعد من الطرق الحيوية والمهمة لأهالي الناحية. المزيد في تقرير الزميل فاضل الأنصاري. ضمن الخطة العمرانية التي وضعها محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر لتحسين الواقع الخدمي في عموم مناطق المحافظة، باشرت الكوادر الهندسية الشروع بإكساء الطريق الرئيسي لناحية الشيخ جميل، والذي يعد من الطرق الحيوية والمهمة لكونه يربط الناحية بالطريق العام. بهذا اليوم شرعت الشركة المنفذة لتأهيل وتبليط شارع عوارة الذي يربط شارع بغداد موصل بمنطقة الشيخ جميل، وكذلك حيث يعتبر هذا الشارع شارع حيوي لأن هناك كثافة سكانية توجد عليه، حيث يربط قسم من مركز قسم منطقة الشباب وكذلك قسم يربط بالريحانية، حيث يعتبر هذا الشارع حيوي مهم جدا بالنسبة للمنطقة، حيث هناك مدارس كثيرة وطلاب وأساتذة يتنقلون من الدجيل إلى هذه القرية، وهناك موسم شتاء حيث كان هناك الشارع غير مبلط، والآن تم التأهيل وتبليطه بتوجيه من السيد الدكتور محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل. بتوجيه من الدكتور عمار جبر السيد محافظ صلاح الدين، باشرت شركتنا بحملة كبيرة بقضاء الدجيل بتبليط بعض الطرق التي لم تشهد أي عملية تبليط منذ السنوات السابقة. الدكتور عمار جبر أكد على هذه الطرق لازم أنه خلال المرحلة القادمة كلها تشهد حملة تبليط، لأن هذه الطرق مثل ما ذكرنا انحرمت من التبليط في السنوات الأخيرة، واليوم عندنا حملة كبيرة بتبليط مناطق محيطة الدجيل، وخصوصا هسه اليوم احنا راح نبلط هذا الطريق المؤدي الى مرقد الشيخ جميل بطول اكثر من 1600 متر. حملة الإكساء الكبرى التي أطلقتها الحكومة المحلية أسهمت بتبليط عددا من الطرق الحيوية في ناحيتي السجنة والإبراهيمية، فضلا عن تأهيل عددا من الطرق التي كانت تفتقر لمقومات السير، مثقلة بدورها كاهل المواطن طيلة السنوات السابقة. بدأ العمل بإنشاء طرق متفرقة في عدة مناطق جنوب محافظة صلاح الدين، لا سيما قضاء الدجيل وأطراف قضاء بلد وقضاء بلد. اليوم بدأ العمل في طريق ثلاثة عوارة بطول 1600 متر أو عرض 6 مترات،
وإن شاء الله بالأيام القادمة مستمرين العمل في ناحية الشيخ إبراهيم الإبراهيمية وناحية السجلة. حملة إكساء كبرى شهدتها مناطق أطراف قضاء دجيلة لتطويرها وتحسين الواقع الخدمية والعمرانية. لقناة صلاح الدين الفضائية فاضل الأنصاري، قضاء دجيل. عقدت لجنة الحوكمة الإلكترونية اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، واستمع الكاظمي في مستهل الاجتماع لعرض شامل للخدمات الإلكترونية التي تعمل اللجنة عليها وأهمية إسهامها في مواكبة التطور العالمي عن طريق التحديث للآليات الحكومية في العمل، فضلا عن تسهيل معاملات المواطنين وإسهام هذه الإجراءات في مكافحة الفساد. وأكد الكاظمي على أهمية الإسراع في اعتماد كل دوائر الدولة ومؤسساتها لإجراءات الأتمتة والحوكمة الإلكترونية، وأضاف لم يعد مقبولا أن تمضي معاملات المواطنين بصيغة ذاتها التي كانت معتمدة قبل قرن من الزمان، ونحن اليوم في العام 2021. التقى وزير الخارجية فؤاد حسين نظيره السعودي فيصل بن فرحان في الرياضة، وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل الدفع بها لما يخدم المصالح المشتركة في إطار دعم الاستثمار والتبادل التجاري وتعزيز مسارات العمل التنموية. كما تمت مناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادلا الرؤى بشأنها وما تحمله من انعكاسات على المنطقة، وأكد ضرورة التوافر على رؤى تعزز الاستقرار وتدعم الحلول التشاركية وصولا لتحقيق التنمية المنشودة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. وزير النفط يؤكد أن الخلاف بين بغداد وأربيل في طريقه للحل، ومركز التنسيق المشترك للأزمات بكردستان يرد على تصريحات وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، وحكومة الإقليم تتصدى للسلالة المتحورة بعدة قرارات بينها غلق المداخل بالكامل باستثناء الحركة التجارية والحالات الطارئة وتشديد الإجراءات في المطاعم والكافيهات. ووزير الداخلية الليبي ينجو من محاولة اغتيال قرب طرابلس. السودان يقرر تخفيض قيمة الجنيه مقابل دولار لتسهيل الإعفاء من الدين. الجيش في ميانمار يحذر المتظاهرين من احتمال الموت وسط استمرار الاحتجاجات. وفي حدث غريب، نقل منزل عمره 139 عاما من مكانه في سان فرانسيسكو. إلى التفاصيل، أهلا بكم. عبر وزير النفط حسان عبد الجبار عن تفاؤله بقرب حل المسائل العالقة مع إقليم كردستان في المستقبل القريب إذا توفرت الثقة بين الجانبين. وقال عبد الجبار في مقابلة تلفزيونية: أعتقد أنها في طريقها إلى الحل، وهناك لجان عالية المستوى من الإقليم تزور بغداد للنقاش مع ذوي القرار السياسي والفني والاقتصادي في مجال الموازنة، وهناك تقدم في العلاقة. وأضاف أن المعلومات كانت شبه محجوبة عن الحكومة المركزية سابقا، أما حاليا تم تبادل المعلومات والبيانات بين ديواني الرقابة المالية الاتحادي والكردستانية، وتم الاتفاق على صيغة في الموازنة بأن يستلم المركز قيمة 250 ألف برميل من النفط الخام بسعر سومو، وهناك صيغ أخرى للنقاش، واعتقد أن الموضوع متجه نحو الحل. سابقا كانت المعلومات شبه محجوبة عن الحكومة المركزية، حاليا تم تبادل المعلومات، تم تبادل البيانات بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية لمنطقة كردستان. نحن في وزارة النفط استلمنا عدد من البيانات، تم الاتفاق على صيغة في قانون الموازنة متفق عليها مع الإقليم، صيغة انه المركز يستلم ما قيمته 250 ألف برميل من تصدير النفط الخام بسعر سومو، بسعر سومو أقصد به بسعر شركة التنافسي العالي. نعم. هناك صيغ أخرى للنقاش، أعتقد أن الموضوع متجه نحو الحل. البيانات الواردة إلينا تقول غير هذا الكلام. الإقليم في مرحلة معينة أبرم عقود مع شركات الاستخراج، شركات النقل، شركات التصدير، مبنية على أساس الجو السياسي المكهرب لفترة توقيع هذه العقود. نعتقد أن هذه العقود لم تكن موفقة في هذا الوقت.
هي كانت في ذلك الوقت حلا ماليا للإقليم، ولكن الآن نعتقد أنها غير موفقة، تؤدي إلى عدم توفير عائد متكامل من تصدير النفط الخام. أعتقد أن المستقبل القريب سيحلحل هذه المشاكل. برد على تصريحات وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري حول تحميل حكومة إقليم كردستان في وضع العقبات للحيلولة دون عودة النازحين لديارهم، أصدر مركز التنسيق المشترك للأزمات التابع لوزارة الداخلية في كردستان ردا جاء فيه: نحن في الإقليم كنا وما زلنا ملاذا آمنا لجميع أبناء الوطن من النازحين والفارين من ظلم الإرهابي وبطش العصابات الإجرامية والمجاميع المسلحة التي تعكر صفو العيش الكريم. وأضاف: نرفض هذا الاتهام رفضا قاطعا جملة وتفصيلا، ونعده اتهاما باطلا لا صلة له بالواقع ولا بالحقيقة. وأكدت حكومة الإقليم أنها سهلت العودة الطوعية لما يقرب من 750 ألف شخص لمناطق سكناهم. وأشار الإقليم إلى أن قرار غلق المخيمات في بعض المناطق تسبب بالنزوح العكسي، حيث استقبل كردستان 265 أسرة نازحة جديدة في المخيمات وخارجها في يناير من العام الجاري. بعد اجتماع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كردستان، أصدرت حكومة الإقليم قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، بينها إيقاف دخول السائحين من محافظات الوسط والجنوب إلى محافظات الإقليم، كذلك استمرار دوام المدارس والجامعات مع التأكيد على الالتزام بالشروط الصحية. نحن كلفنا يعني المحافظات باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية صحة المواطنين في إقليم كردستان والعراق. كنت حضرتك تعرف هسه يعني منع تجول في كافة محافظات العراق، يبدو أن الوضع الصحي يعني في وضع يعني ليس بجيد، يعني بوضع سيء، وهذا ما دفع باللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا أن تتخذ هذا الإجراء الاحترازي. وتم تحديد وفود هؤلاء السواح إلى إقليم كردستان. نحن طبعا كحكومة وبالذات وزارة الصحة يعني على اتصال مع حكومة العراقية ومع الجهات الأخرى الدولية، يعني نتمنى أن يصل اللقاح في أقرب وقت ممكن، ووفق برنامج تم وضعه من قبل وزارة الصحة بالتوافق مع وبالتنسيق مع وزارة الصحة في العراق. تم إعطاء الصلاحيات للمحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بحفاظ على صحة الجميع، ليس فقط في الإقليم ولكن حتى السواح الوافدين من المحافظات الأخرى من العراق للإقليم. طبعا اليوم اجتمع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في الإقليم وبإشراف السيد وزير الداخلية وبحضور الوزراء ذات العلاقة، وتم مناقشة الآراء وفق تقييم وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، وتم اتخاذ مجموعة من القرارات. من أهم هذه القرارات الاستمرار في الدوام الرسمي للمدارس والجامعات والمعاهد في إقليم كردستان. ذكر مصدر مقرب من وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا أن مهاجمين أطلقوا النار بكثافة على موكب الوزير أثناء مروره في غرب طرابلس بعد زيارته المؤسسة الوطنية للنفط ومقر قوة إنفاذ القانون التابعة للوزارة. وأضاف أن حراس باشاغا تبادلوا إطلاق النار مع المهاجمين قبل أن يلاحقوهم ويقتلوا واحدا منهم ويصيبوا آخر ويلقوا القبض على اثنين. ويأتي الهجوم بينما تستعد حكومة الوفاق الوطنية المعترف بها دوليا لإفساح المجال لحكومة انتقالية جديدة اختيرت من خلال عملية تقودها الأمم المتحدة تستهدف توحيد فصائل ليبيا المتحاربة. وكان باشاغا قد تعهد بكبح جماح المجموعات المسلحة التي تمسك زمام السلطة على الأرض في غرب ليبيا منذ 2011 وتحظى غالبا بوضع رسمي.
بدأ السودان خفض قيمة العملة المحلية لتلبية شروط المانحين بهدف تسهيل الحصول على إعفاء من الدين وتنفيذ شروط برنامج دعم الأسر الذي يشترط توحيد سعر الصرف في ظل تعثر الإصلاحات وضغوط نقص الوقود والخبز. وخفض قيمة العملة جاء في مسعى لتجاوز أزمة اقتصادية معقدة والحصول على إعفاء دوليا من الدين. وقالت عدة مصادر مصرفية من القطاع الخاص أن البنك المركزي حدد سعر الصرف عند 375 جنيها سودانيا للدولار من سعر الصرف الرسمي السابق البالغ 55 جنيها، وكان الدولار متداولا في الآونة الأخيرة بين 350 و 400 جنيه سوداني في السوق السوداء. وصلتنا أموال وبتصلنا أموال، أنا ما أفضل أنه أقول أرقام الآن، في وقت أيضا سألت عن منح السعودية، منح من جهات أخرى، في أموال وصلت في أموال في الطريقة إلينا، لكن أنا أفضل عدم التحدث عنها لأنه برضه مرات فيها مخاطر، لأنه الناس يخططوا في أنه كيف يعملوا سكشن أو بسموه شنو، سحب هذه الأموال بطرق متعددة. لكن أنا أطمن الناس بأنه بنكنا المركزي في وضع يستطيع أن يتدخل متى ما رأى أن التدخل ضروري. أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي التوصل إلى حل مؤقت يسمح للوكالة بمواصلة عمليات التفتيش في إيران رغم بدء طهران تقليص عمل المفتشين الدوليين اعتبارا من الثلاثاء. وقال غروسي للصحفيين لدى عودته من زيارة لطهران، قد أقر قانونا في كانون الأول ديسمبر يلزم الحكومة بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي وطرد مفتشي الوكالة في حال لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المصرفية والنفطية التي تفرضها على إيران. وأكد غروسي أن هذا القانون موجود وهذا القانون سينفذ، ما يعني أن البروتوكول الإضافي للأسف سوف يعلق وسوف يتم تقييد عملنا لنواجه هذا الأمر، لكننا تمكنا من الإبقاء على الدرجة اللازمة من أعمال المراقبة والتحقيق، واصفا الترتيبات الجديدة بأنها تفاهم تقني مؤقت. شدد الجيش في ميانمار من لهجته بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت أعمال عنف دامية، وحذر المتظاهرين من أنهم يواجهون خطر الموت، الأمر الذي لم يمنع آلاف الأشخاص الاثنين من النزول مجددا إلى الشارع. وبعد ثلاثة أسابيع على انقلاب الأول من شباط فبراير لم تتراجع التعبئة المنادية بالديمقراطية وحملة عصيان مدنيا تؤثر على عمل مؤسسات الدولة والاقتصاد. وأتى تحذير العسكريين غداة يوم شهد سقوط أكبر عدد من القتلى مع وفاة شخصين في ماندلاي عندما أطلقت الشرطة النار على الجموع وشخص ثالث في رانغون. وجاء في بيان الجيش يحرض المتظاهرون الناس ولا سيما منهم المراهقون والشباب المتحمس على سلوك طريق المواجهة التي سيموتون عليها، وحذر البيان المتظاهرين من أي محاولة لتحريض الناس على التمرد والفوضى. قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أنها أصدرت توجيها طارئا بشأن صلاحية الطيران بعد تعطل محرك طائرة من طراز بوينغ 777 وتساقط حطام طائرة ركاب تابعة لشركة يونايتد أيرلاينز فوق منطقة سكنية في مدينة دينيفر بولاية كولورادو بعد تعطل أحد محركاتها عقب وقت قصير من إقلاعها. ودفع الحادث أيضا وزارة النقل اليابانية إلى إصدار أوامر للخطوط الجوية اليابانية لإيقاف طائرات بوينغ 777 العاملة لديها. وقالت إدارة الطيران الاتحادية أن الطائرة التي تعرضت لعطل في المحرك عادت بسلام إلى مطار دينيفر الدولي. وقالت الشركة أن المجلس الوطني لسلامة النقل يحقق في الحادث.
أمام هتافات المتفرجين المصطفين على طول الطريق في سان فرانسيسكو، شق منزل مشيد على الطراز الفيكتوري يبلغ من العمر 139 عاما طريقه من شارع فرانكلين، حيث نقل طاقم متخصص المبنى بدقة إلى مكانه الجديد في شارع فولتون. وأحدثت هذه الخطوة التي تعد الأولى في المدينة منذ ما يقرب من 50 عاما ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي عبر موجة من المنشورات. وقام مالك المنزل الفيكتوري السمسار تيم براون بدفع نحو 200,000 دولار كأذونات ورسوم متنوعة متضمنة في عملية النقل، وتم تحميل المنزل على عربة مختصة لمثل عمليات النقل هذه. والمبنى مكون من 48 وحدة مقسمة على 8 طوابق. من نقل المنازل إلى التذكير بأبرز وأهم العناوين. محافظ صلاح الدين يوجه دائرة الصحة لإعادة تبويب الموارد بما يضمن توفر الدواء وإنهاء الفساد. محافظ صلاح الدين يستحصل موافقة وزارة النفط لتوزيع 100 لترا من النفط الأبيض. محافظ صلاح الدين يتفق مع قيادتي سامراء والشرطة على آليات وخطط إضافية لتأمين طريق سامراء الفلوجة. وصلاح الدين تشهد تطبيقا دقيقا لقرارات خلية الأزمة ضد الكورونا، وتصاعد ملفت في حملة الأعمار بمناطق مختلفة من المحافظة. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.